أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة العجوز وما حكم النظر إليها؟ لا تجوز مصافحة المرأة مطلقا التي ليست من محارمك، لا يجوز لك مصافحتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة كما يبايع الرجال. لا تجوز مصافحة المرأة بوجه من الوجوه، كبيرة كانت أو صغيرة، ولا يجوز النظر إليها لأنها غير محرم، ليست من محارمك وليست مما أباح الله لك، هي أجنبية فلا تنظر إليها، يعني إلى وجهها، أو يلزمها الحجاب، يلزمها أن تحتجب. نعم.